طبعا هاي المظاهرة هي بالأساس هي نصرة لحلب وضد النظام الباغي اللي عم يعمل مجازر يوميا في حلب، وكل العالم بأسره ساكت عن هالنظام هاد، بالعكس وبأيده ومناصره هو في هالعمل. نحن هاي عبارة عن وقفة رمزية، نعرف انه بسيطة ممكن لا تقدم ولا تأخر، ولكن هاد اللي نحن ممكن نقدر نقدمه هلأ حاليا في الوقت الحالي لأخوتنا في حلب، ولسنا عاجزين كمان في المقابل ان شاء الله وتعالى انه نشيل السلاح ونكون الى جانب اخوتنا المجاهدين في حلب. وبنفس الوقت نحن هاي المظاهرة او هالوقفة البسيطة يعني من اجل الفصائل المتناحرة التي وجد خصوصا الفترة الأخيرة وجد بينها، نسأل الله أن يوقف بينهم نهر الدم وأن يلتفتوا إلى عدوهم الأساس، هم إيران، روسيا، حزب الله، والأساس الأساس أساس رأس الأفعى هو بشار الأسد وحاشيته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن بساحة درتوش، قمنا بهذا العمل تضامنا مع أخوتنا في حلب المحررة طبعا، وكمان دعينا أيضا كافة الفصائل لكي تتوحد وتصير إيد واحدة وتحت راية واحدة. روحي في حلب.